الحين في ثلاث عروض. العرض الساعة 3 يبدأ عرض الفقمات، بعده عرض الدلافين، وبعده عرض العرض الأخير والله نسيت اسمه، نسيت والله من السنة راحت. جاي الساعة 2:30، باقي نص ساعة ويبدأ العرض. صراحة أنا هذا العرض السنة راحت ما دخلته، بس شكله عرض جيد ضاي من الأطفال. جيد ما شاء الله عليها، شايف واحدة تبدع هنا. الحين اخيرا وصلنا لاخر مراحل السفاري، بنطلع بالباص عشان يودينا حيوان الباندا. يلا يا هول باص يا وفي طريقنا على الباندا. حيوان الباندا نعم، امي شفته قدامه. نطالع اول شيء عشان اقدر اصور. ساس مره مسيء وين السواق وين الرحله كامله، فاحس نفسي اني انا مرشد السياحي. الشيء الغريب انه في وسط المزارع، في وسط الغابه، شارع حمراء. طلع يستنى الباص كله مليان، بعد ما راح يروحوا. شايف التنظيم كيف؟ عشان اذا الباص نازل واحنا طالعين يكون الخط ضيق، لازم واحد يطلع والثاني ينزل. لا كذا كذا يحرموني من المكان ذا، مره يحرموني. شوف ليش يقول لك مقفل ليش؟ طيب كذا كثير، والله كذا كثير. ذكرتني يوم ما كنت في طرابزون. يا الله الكاميرا بتطفي، البطاريه الثانيه في السياره. يلا مشكله، بس اني ما صورت لكم، الدب قبل ما تطفي. الباندا فين الباندا؟ وهذا هو المعلم. تعال كل الزحمة هذه عشان الباندا، يعني مشورونا فوق، مشورونا فوق، والزحمة هذه المباني ومنتزهات كلها خاصة للباندا. حتى جوا هنا في سوق خاص للباندا، تيشرتات، كل شيء عن الباندا. حتى مسوي لهم زي الكشف الطبي من أدوية ومراحل النمو، كله عن الباندا. حلو، يلا عشان تكفي، بس عشان تكفي بس البطارية. وهذا المكان اللي العيال ينادوني منه. اسمع 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 نقزة مع صقعة عقفة. بسرعة 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 بسرعة. واحد اثنين ثلاثة. حيوان رفقك بتسوي حاجة. بسرعة بسرعة بطلت من البطارية. بسرعة جاب. افا حقك لا يروح، والله حقك لا يروح بسرعة، حقك لا يروح، حقك لا يروح، والله جيت طيح، والله جيت طيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بالفيلا الحب حقتها في سباحة، أنا احتمال نشوي، فبصور لكم الاستراحة الآن، انتظرونا. If I may, if I may.
يلا يلا بسوي تحدي يلا يا عيال يلا تعالوا هنا تعالوا هنا أيوة. واحد اثنين ثلاثة محتار أسبح ولا لا بس إني خايف أسبح بعدين أمرض وخايف ما أسبح بعدين أندم فالجو ذا لا أبغى له سباحة والله والله يبغى له سباحة والله يبغى له سباحة المعلم باين انه بيسوي سماعات بس شكل الكهرباء ما وصلت حبيبي زبط سماعة زبط سماعة ولا ما زبط كنا بنسوي احتفالية قبل شوي بس ما زبطت لان السماعات خربت كنت بحمسهم شيلات وكذا عشان ايش سوي اكشن شوية بس قهر سماعات خربت لان الفيش اللي ورا خربان فخرب السماعات فجاء راعي السماعات قال لنا انتم خربتوا السماعات قلت له يا حبيبي ما هي مننا هذه المشكله المشكله من صاحب الفيلا روح اتفاهم معاه لانه هو ما قال لنا انه هذا الفيش خربان فالمفروض يقول لنا ان هذا الفيش خربان عشان احنا ما نشغل على هذا الفيش فاروح اتفاهم معاه فحطيت رسم بعض لانه والله ما هي من شغلتي يعني ما دام ماني سابح لازم اخذ فيكم فره لسه انا ما وريتكم استراحه كامله مره كبيره الله يكون بعونكم يا عيال اشوف عيونكم هنا قاعد تزبط السماعة بس برضو ما زبطت المهم ما حكيتكم عن قصة جاء واحد من دبي يبغى يشتري هذه الفيلا من السنغافوري ب 17 مليار روبية يعني تقريبا 5 مليون او 4 مليون سعودي بس انه رفض ما يبغاه انه بيحط كن 4 فيلا او 5 فيلا هذا كلام مين طبعا هذا كلام الحارس اللي قاعد انادي اول هناك بيته في دودة والله في دودة دقيقة ايوه خلاص كده راحت طيب يا اخي ما ادري هذا شجر بزرومي نفس اللي عندنا لان اللي عندنا كله اخضر هذا ما لونه انا اورنجي مدري احمر اللي صورته لكم الان تبع الفيلا خلاص كذا حل الظلام عندنا دوب اذن المغرب اليوم شكلها شوي باذن الله احتفاليات اقول لك انا خايف تلف علي خليك تروح هناك يا واد انا بليش تخدمون وخر مية مية الليل كل الساعة يومنا منتهى باقي العشاء
العشاء يا حبيبي. مره ما اعرف هرج رسمي. العشاء يا حبيبي العيال جابوه ب 500,000 يعني 125 ريال. باقي المعلم هذا غسالة دجاج وتزبيط الرز. رز اصلي عليك. ايش اسمك اليوم؟ مينشو. شوف هنا 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 ايش ايش باقي؟ غسلت بالماء ده ما تدري ما منظف ولا لا. حلو تكشنها بالماء الحار. حلو تكشنها بالماء الحار. كشنها بالماء الحار يا سلام. طب يطبخ الرز. خليه يطبخ. خليه ينفذ الباقي. طب علم ايش باقي؟ مو كذا والله. والله الليل والله الليل بنروح للثاني. بنروح للثاني المعلم لسع متى يوم هنا ما شاء الله قطع البصل وقطع الطماطم اصلا عليك شايفك اخويي. طيب المعلم معلم مين ايش اسمك يا حبيبي؟ احمد. احمد احمد معلم احمد جيب لنا التيس جبنا خروف ذا ب 500,000 يعني تقريبا 125 ريال. 700 ولا 700 ولا 500؟ 700 700 يعني 200 ريال تقريبا شوي كامل زي كذا. حلو هذا فحم تزبيط ايش؟ المعلم احمد اصل عليك يا احمد. الاناره مره ماشي هنا. معلم طبخت الرز؟ ها خلصت؟ اصل عليك. ايوه ايش بتسوي انت الحين؟ اصل عليك. اكتب دين لين يزبط. اكتب اوف والله الليل. طيب ايش وضع الدجاج؟ الدجاج خله مره كذا مو الدجاج. الدجاج؟ انه هو البط السمك شوف الدجاج كذا كوعه مدري كوعه حلو حلو هذا اللي بياكل الدجاج بكره حيصحى يومنا مليء بالاحتفالات اليوم اصل عليك. اليوم يبغى شوي 100 100 اليوم عشان اذا اكلت انا الشوي هذا ان شاء الله يجي من هناك من السعوديه شوي واخذه ورده على السعوديه اذا اشوف 100 100. And if I'm trying to never this priceless, I promise I won't put in the music before my sanity. Send you a lullaby with alliteration and empathy. The lack of recognition is starting to fuel my energy. You know you made it when you receiving hate from an enemy. Your relevance was never an option. Here's a synopsis that I'm knocking out whoever you considering the king. I kick him off the throne. I want it. I'ma take it as my property and probably prepare to go to war with any challenger. Better than kind of singers. People chant for me to finish it. Remnants and other legends that left remarkable legacies. I said it. I'm ahead of my time. I am. You could never. أنا فراش فرس والله ما أقدر. اوف الوجه الكبير اصل عليكم يا عيال اهم شيء الفله والوناسه اهم شيء الفله والوناسه وحب الاخوه الله لا يفرق عليكم يا عيال اهم شيء الوجه الكبير بس ان شاء الله ما نمرض ولا نمغص ولا حاجه ان شاء الله يا رب. الحمد لله على النعمه صراحه أنا الخروف يفرق عن اللي في السعوديه ما هو ذاك الطعم يعني اللي متعودين عليه. السلام عليكم كذا انتهى يومنا وبروح انام وكذا نقول انتهى ممكن. If it is priceless, I promise I won't put in the music before my sanity. Send you a lullaby with alliteration and empathy. The lack of recognition is starting to fuel my energy. You know you made it when you receiving hate from an enemy. Your relevance was never an option. Here's a synopsis said I'm knocking out whoever you considering it loud. And we just trying to give you something you remember we the illest.